من ضمن الأخبار الجميلة اللي يعني سمعتها النهاردة، عندنا قطاع هام جدا وتضرر بشكل كبير قوي من كورونا اللعينة للأسف، قطاع السياحة. قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد حضراتكم تابعتوا كمية الخسائر والأشياء للأسف أصابتهم بسبب فيروس كورونا. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العاملين بقطاع السياحة المتضررة من كورونا، السيد وزير القوى العاملة بالفعل صرف 297.300 مليون جنيه إعانات طوارئ ل 127,000 عامل بيشتغلوا في 2289 منشأة سياحية. وخليني أقول لكم أن ده من صندوق إعانات الطوارئ الخاص والموجود بوزارة القوى العاملة، وكمان بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع، وهو الحد اللي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم، وكمان المثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه. يعني ده بالفعل زي ما قلت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. موضوع وخبر أسعدني جدا، لأنه بالفعل قطاع السياحة قطاع هام وقطاع تضرر كتير خلال الفترة الأخيرة، وأعتقد أنه مش بس الخبر ده، لأ ده يعني دول الدفعة الرابعة والخامسة، كان في الدفعة الأولى والتانية والتالتة اللي تم صرفهم دفعات يعني ليهم كدفعات طوارئ، يعني دي بقى الدفعة الثالثة أو الرابعة والخامسة. وأعتقد في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون دايما في أخبار مفرحة ومحترمة زي الخبر اللي احنا سامعينه النهاردة كمان.